في مشهد غريب تحمل هذه السيدة قلبها على ظهرها، فقد تحولت حياة البريطانية سلوى حسين بشكل جذري منذ أن أجرت عملية جراحية انتهت بها إلى أن تعيش بدون قلب داخل جسدها، في حالة نادرة الحدوث على مستوى العالم، حيث تحمل قلبها الاصطناعي على ظهرها أينما ذهبت وكلما تحركت لتظل على قيد الحياة. أما ترك هذه الحقيبة أو إهمالها فيعني الموت فوراً. سلوى حسين ذات 39 سنة خرجت من عملية جراحية استمرت 6 ساعات بدون قلب في داخل جسدها، حيث وضع لها الأطباء قلباً اصطناعياً في حقيبة يجب عليها أن تحملها على ظهرها طوال العمر لتبقى على قيد الحياة. والسيدة البريطانية المسلمة هي ثاني حالة من نوعها في تاريخ بريطانيا وفقاً لما يقوله الأطباء، حيث تعيش حالياً بشكل طبيعي وتنتقل دون أي مشاكل وتمارس عملها كالمعتاد، لكنها بدون قلب داخل جسدها كبقية البشر. ويبلغ وزن الحقيبة التي تحتوي على القلب الاصطناعي 6.8 كيلوغرامات، وتحتوي على بطارية لتوفير الطاقة الكهربائية وتشغيل القلب، إضافة إلى مضخة ومحرك إلكتروني. ويقوم هذا الجهاز المحمول في الحقيبة بنفس عمل القلب الطبيعي، وهو ضخ الدماء في كافة أنحاء الجسم وتشغيل الدورة الدموية فيه. وكانت سلوى وهي أم لطفلين قد أصيبت بفشل في القلب، وتم نقلها على إثر ذلك إلى مستشفى هارفيلد غربي لندن، وبعد إجراء العملية وتماثلها للشفاء غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها بعد أن شفيت تماماً وتأقلم جسمها مع القلب الاصطناعي الجديد.